هاخد مع حضرتك فقرة الأسئلة السريعة، جاهز؟ جاهز يا كابتن. هوافق فورا لو طلب مني المقاولين تولي قيادة الفريق في أي وقت وانزل على طول، صح ولا غلط؟ بعد استئذان مسؤول ليبيا. بس المبدأ موجود طبعا، الموافقة طبعا طبعا، ده النادي اللي اتربيت فيه وجبت فيه بطولات، وطبعا مش هتردد، بس لازم انزل بموافقة. وده كلام محترم. أفضل ظهير أيسر في تاريخ مصر من وجهة نظر ظهير أيسر المقاولون العرب، محمد عودي. في تاريخ مصر؟ ممكن تقول اكتر من واحد. انا بحب ربيع ياسين. ربيع ياسين رقم واحد. رقم واحد نعم. علي معلول لعيب هايل، لو حد من زمايله، بس لو حد من زمايله خد مكانه هيقدم مستوى ما يقلش عنه، صح ولا غلط؟ صح. صح. مش شايف انه علي معلول بقى دلوقتي هو مفتاح النادي الاهلي، غيابه بيفرق قوي، ولا اللي موجودين سدوا بشكل لا كويس؟ لا لا، علي علي بيفرق، علي بيفرق، مفتاح لعب النادي الاهلي. طبعا لا لا لا، هو فارق خالص عن اي حد بعديها. فوز اي فريق مصري غير الاهلي والزمالك باي بطوله معجزه؟ لا، ببطوله الكاس عادي. ببطوله الكاس عادي. اي ممكن بالدوري؟ اي لا، معجزه. ما ليه؟ وعايزه وقت ونفس ومصاريف، وعايزه بص النادي الاهلي امكانياته عامله ازاي، وبص اي نادي تاني امكانياته عامله ازاي. الحكام والاعلام والفلوس دايما بيساندوا الاهلي والزمالك، وده سبب فوزهم بالبطولات، صح ولا غلط؟ الحكام دلوقتي لا. الحكام دلوقتي وانا مبسوط جدا، كان نفسي وانا ماسك هنا في مصر كان موضوع الفار ده كان يبقى موجود. انا اتظلمت كتير جدا بالتحكيم والله، جدا جدا. بصفه عامه ولا قدام الاهلي والزمالك؟ لا، بصفه عامه. بصفه عامه. قعدت سنتين كده بتظلم من التحكيم بحاجه غريبه، تحس انه بيعندوني. بجد والله يا كابتن. والله ماتشات كتير جدا انا يعني نفسي اعمل، وفعلا عملت سيدي هاي ليهم. بس خلاص يعني. انما دلوقتي في وجود الفار لا لا، مفيش ظلم. المدرب ده هو اللي صنع محمد عودة كتير. مين ابرزهم؟ كتير. كتدريب ولا لعيب؟ كدوده. كلعيب كان في مدرب اسمه برجر. طبعا استفدت. النمساوي. نمساوي. مسك منتخب النمسا، ده من افضل المدربين اللي اشتغلت. اللي خد الكاس. اللي خد لا، مش خد الكاس تاني، كان برجر. ما هو برجر. لا لا، كروجر. كروجر الالماني. ده اللي خدنا معاه كاس افريقيا. بس ده كان محظوظ، محظوظ جدا. لكن برجر كان افضل. لا، برجر اعلى منه بكتير. والله. بكتير. انا كنت ضحيه لمحمد عماره ومحمد عبد الوهاب وسيد معوض في المنتخب، كانوا في افضل حالاتهم وانا كنت كويس، بس ما خدتش حظي عشان انا كنت ماشي في المقاولين كويس قوي قوي يا كابتن. في حاجات يمكن المشاهدين ما يعرفوهاش. المرحوم ثابت البطل كلمني سنتين ورا بعض واروح عنده في المعادي في منزله عشان اروح الاهلي قبل عماره. وهما كانوا بيفكروا فيا قبل عماره. قعدوا فتره كبيره يخلصوا فيا. وبعدين والدي ما رضيش. والدك؟ والدي اللي ما رضيش. ليه؟ صلاح حسب الله كان رئيس النادي ساعتها، وكان تعرف وزير الاسكان. جيت اتصل بوالدي قال لي احنا اللي عملناه، واحنا ربناه ازاي سيبنا ونروح المقاولين. فاحتراما للمقاولين. فانا راجع من كنت عند المرحوم ثابت، قلت له معلش انا هصلي استخاره. قال لي هستناك لغايه بكره. وترد عليا. كان معايا الكابتن احمد عوده في منزله في المعادي. روحت لقيت والدي مستني. قال لي مش هتبقى ابني ولا اعرفه لو مضيت في النادي الاهلي، مع انه كان اهلاوي جدا 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 فوق ما تتخيل. فاعتذرت للكابتن سيد. فاعتذرت ومشيت مع وصيه والدي، والحمد لله مبسوط جدا. بعد ما اعتذرت للكابتن راحوا بخلصوا عماره من البلديه. نعم. دربت محمد صلاح والنني. كنت حاسس انه ممكن يبقوا كده، حاسس ان هم وصلوا، بس مش للدرجات دي. مش للدرجات. انما محمد صلاح كان ملتزم جدا جدا جدا. ظروفه كانت صعبه هو والنني. كانوا قاعدين في استراحه المقاولين العرب. وحتى كان الكابتن محمد رمضان مدير الكوره ساعتها مع الكابتن محمد عامر، قال لي اقعد شوف لي اللي ظروفهم صعبه ونعمل لهم حاجه اكنهم في خلال اكنها دروس. واعانه. رحت قعدت مع محمد صلاح، كان بيروح ويركب القطر وتشعبط. قلت له في يا ابني في كذا كذا وكذا. قال لي يا كابتن انا مش محتاج. والله يا كابتن زي ما بقول لك، مع ان كل اللي حواليه خدوا، والنني خد. يعني النني جميل كمان. جميل، شخصيه جميله وعسل. ووالده جميل، وكان لعيب كبير والده. نصر النني. جميل. فالاثنين احترام وادب وتاريخ. وربنا كرمهم في بازل وتوالوا. لو لك نصيحه لمحمد صلاح تقول له وقت في ليفربول ولا يتحرك؟ لا يتحرك. يتحرك كفايه. كفايه. مش نجوميه عاليه. هيكسر الدنيا ان شاء الله في الحته الجديده باذن الله. شايفه فين؟ شايفه في الريال. في الريال. هو شكله كده يمشي مدريدي زي حالتي. ايوه. كابتن محمد عوده انت نورتنا وشرفتنا.